اهلا بكم اعزائي متابعين قناة ربحك عندنا. لو مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. معانا يا شباب موقعين لربح عملة الدوك كوين مجاني كل دقيقة على محفظة الفوست باي. يا شباب المحفظة ممتازة جدا وانصح الجميع يشتغل عليها، خصوصا الناس المبتدئة اللي عايزة تجمع رأس مال كويس جدا على محفظة الفوست باي. يا شباب تقبل على معظم المواقع بتشتغل عليها، وزي ما انتم شايفين كده ادي انا تجميعي على المحفظه وبجمع على يعني منها العملات، وبعد كده بحولهم مثلا لعمله واحده بيتكوين لوت كوين اي حاجه وتحول على محفظه البير. بعد كده عايز تبدلهم لدولار بقى، عايز تحولهم لاي حاجه تانية تقدر من محفظه البير كمان. يعني اسهل حاجه تسحب على عمله اللوت كوين عشان السعر بتاعها يعني قليل، فانت تحول لما توصل 100,000 تقدر تحافظ على تحول على محفظة البير يا شباب. تمام، الموقع الأول معانا. الموقع ده يا شباب بيدينا كل دقيقة، هننزل تحت كده، بيدينا 125,000 ساتوشي من عملة الدوك كوين يا شباب. والموقع التاني اللي قدامنا دوت ده بيدينا 1,000,000 ساتوشي كل دقيقة. تمام، موقعين يا شباب معانا على نفس الطريقة. طريقة تسجيل يا شباب، هنيجي نشرح طريقة التسجيل في الموقع. هنيجي من كلمة ساين اب من هنا يا شباب، وبعد كده هنملى البيانات اللي قدامنا. اول حاجة اليوزر نيم، بعد كده الايميل يا شباب، بعد كده الباص اعادة الايميل، بعد كده يا شباب الباسورد، وهنا هنحط عنوان محفظة، لا وعات الباسورد يا شباب. بعد كده هنا هنحط عنوان الدوك كوين للفوست باب يا شباب. هنترجم كده باللغة العربية عشان تبقى كل حاجة قدامكم واضحة. هنا الاسم، هنا البريد الالكتروني، عات البريد الالكتروني، باسورد، عات الباسورد. بعد كده هتخش على محفظة الفوست باي. اللي مش عارف يجيب العنوان هيجي من هنا، اي عنوان انت عايز تجيبه لاي عملة هتخش هنا على الخانة دي يا شباب، وبعد كده هتنزل تحت كده هتلاقي كلمة دوك كوين اهي والعنوان اهو، هتدوس عليه كده دوسة واحدة كده انت خدت كوبي. وهترجع تاني للموقع، هتحط العنوان هنا كده، وبعد كده تعلم على الشروط وتحل الكباتشة دي وتعمل تسجيل، وكده بقى لك حساب في الموقع. بيبعت لك رسالة تفعيل على الايميل، بتفعل الرسالة هتلاقي كلمة دخول، هتخش كده خلاص الحساب بتاعك اتفعل وابدأ شغلك على الموقع. للدخول يا شباب هنيجي من هنا تسجيل دخول. طريقة تسجيل في الموقعين واحدة يا شباب. تمام، هنيجي بقى هنا نحط اليوزر نيم وهنا الباسورد، وبعد كده بنيجي نحل الكباتشة. مشكلة الموقع ده الإعلانات بس كتيرة فيه. تفتح من هنا يقول لك هو متطلب ايه، متطلب عربيات اللي هي عربيات النقل، هتدوس له كده على أي صورة فيها عربية نقل هتدوس له عليها، وبعد كده بتدوس له بعد كده يا شباب بندوس على كلمة لودينج اللي هي دخول للموقع. ننتظر الموقع يحمل معانا اهو يا شباب. هنا بيقول لك اهو كل دقيقة بتحصل على 125,000. الموقع ده مبيحتاجش منك حاجة غير انك انت ايه بتدوس بس على الكلمة دهيت كل دقيقة. ايه يا شباب الكلمه دي مفيش الكباتشه، لا في كباتشه اهي، بتحل الكباتشه بعد كده بتدوس على الكلمه دي، وساعات ما بيجيبش الكباتشه يعني، عشان المره اللي فاتت ما جابليش الكباتشه. فهنحل الكباتشه ونشوف مع بعضينا. يا شباب كده حلينا الكباتشه، هننزل تحت كده وندوس هنا بس كده يا شباب، كده هيضيف لنا الرصيد على طول على المحفظة مباشرة. اهو زي ما انتم شايفين كده كتب لي اهو، ضاف لي المبلغ اللي هو 125,000 على المحفظة. ونزل تحت كده هنلاقي ده تاني محاولة ليا في الموقع. وهو يا شباب هنخش على محفظة الفوست باي ونشوف العملية تمت ولا ايه اللي هيتم.
هنرجع تاني للحساب بتاعنا يا شباب. يا شباب زي ما انتم شايفين الاتنين نفس العمليتين اللي عملتهم، وصل السحب مباشرة على المحفظة. تمام. الموقع التاني يا شباب نفس الطريقة في التسجيل، مش هنشرح التسجيل عشان ما نطولش عليكم. وهنا يا شباب نسينا نقول لكم رابط الإحالة بتاعكم، لو تقدر انت تجيب إحالات رابط الإحالة بتاعك هتلاقيه في الخانة ديت اهو، بيضيف لك عمولة الإحالة هنا يا شباب. تمام. بعد كده هنيجي بقى الموقع التاني، هو نفس طريقة التسجيل ونفس طريقة الشغل وكل حاجة. هنا بيضيف لك الأرباح بتاعتك اللي هي الواحد عبارة عن 1 مليون ساتوشي من عملة الليتكوين. بنيجي يا شباب نحل الكباتشة برضو نفس النظام، كباتشة دي رخمة شوية عن الكباتشات التانية. تفتح الكباتشة كده يجيب لك كل الحاجات اللي هو عايزها، عايز أي صورة فيها عربية يعني هندوس له كده على الصور اللي فيها العربيات برضو، وبعد كده هنقول له قبول يا اما يا اما هنا كتب لي المحاولة غلط هيعيد لي تاني. يقول الصور فيها عربيات ما شاء الله، صورة واحدة فيها الطيارة. بعد حل الكباتشة يا شباب بتدوس على الكلمة الحمراء ديت بالشكل ده كده، بعد كده هيجيب لك صورة الكلمة الحمراء دي يا شباب أول ما شكلها يحمر تدوس عليها، بص كده لونها بقى زاهر فاتح. بعد كده بندوس هنا كده بيجيب لنا عداد لمدة 3 ثواني، بعد ما بيخلص العداد بندوس له اهو يا شباب، يعني تخلص الموقع ده تخش على الموقع التاني، تخلص الموقع ده وتخش على الموقع التاني وهكذا. الموقعين ايه يعني اي يعني هياخدوا معاك، مش هياخدوا معاك وقت يعني ايه، لو انت شغال بقى من دون شرح هتلاقي نفسك ان انت ايه شغال سريع. تمام. بعد كده يا شباب هنيجي بقى طبعا رابط الاحاله برضو من هنا من الخانه ديت، لو ترجمنا كده باللغه العربيه نخش الاول محفظه البير ونعمل ريفرش ومحفظه الفوسيت وهنشوف المبلغ الضاف اهو يا شباب 10 مليون. تمام. وبكده الموقعين صادقين يا شباب، تقدروا تشتغلوا عليهم. وفي ناس كانت بتسألني ان انا ازاي اجيب عملة الاثيريوم، اسحب عملة الاثيريوم على المحفظة وهي ما فيهاش رابط اثيريوم. لا، انت لما انت تكون مسجل في اي محفظة تانية زي محفظة البلوكشين او اي محفظة اساسية بتحط العنوان بتاعك هنا اهو. تمام. العنوان اهو يا شباب، عنوان الاثيريوم اهو، بتاخد العنوان الاساسي اللي انت حاطه في المحفظة ديت. لما تكون شغال على موقع فوسيت طالب منك عنوان الاثيريوم بتاخد العنوان ده بتشتغل عليه، ده بديل عنوان الاثيريوم اللي في محفظة الفوسيت. وفي طريقة تانية لو انت عايز تحول من محفظة فوسيت لمحفظة فوسيت تانية، بتيجي من هنا وبتدوس على الكلمة ديت ارسال، دي ما بتحتاجش منك اي عناوين، بتيجي من هنا تختار اي عملة انت عايزها وما بتاخدش عمولة. على فكرة العملية دي ما بتاخدش منك عمولة خالص، بتحول من محفظة لمحفظة بس فوسيت. تمام. وبتيجي هنا تحط الكمية، وبتيجي هنا تحط الايميل بتاعك، لو انت مفعل الخاصية ديت بتحط الكود، لو مش مفعلها خلاص بتحل الكباتشة وبتعمل ارسال وبيروح الرصيد على طول على اي محفظة انت هترسل عن طريقها بطريق الايميل. تمام يا شباب. بس انا كل ده محوله عن طريق الايميل يا شباب اهو زي ما انتم شايفين. وبكده اكون انتهيت من الشرح، ولو عجبكم الفيديو ياريت تدعمونا بلايك، والجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو اخر ان شاء الله. سلام يا شباب.